إذا علمنا خبر شهيد توفي في الجهاد فهل لنا أن ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يجمعه الله مع الشهداء الأنبياء لا سيما وقد خرج إلى الجهاد من غير إذن والديه؟ أولا ما هو الجهاد هذا؟ ما ندري وش الجهاد هذا، هذا ما ندري هو جهاد ولا ما هو جهاد. ثانيا هو مسلم بلا شك، هو مسلم يدعى له مع المسلمين، يدعى له مع المسلمين. أما أن نحكم له بالشهادة هذا يحتاج إلى دليل، لكن ندعو له ونستغفر له على أنه مسلم، وإن كان قد أخطأ فإنه خطأه لا يخرجه من جملة المسلمين ودعاء المسلمين له. فنحن لا نحكم بأن هذا جهاد، ولا نحكم بأن هذا شهيد، ولكن نحكم بأنه مسلم له ما للمسلمين، فندعو له. نعم.